بسم الله الرحمن الرحيم. الخلفة والولاد هم زينة الحياة الدنيا، والسعي وراء الخلفة بتكون هاجز يمكن تقريبا من أول شهر جواز، ولو الحمل اتأخر تبدأ الشكوك والظنون والاتهامات ما بين الطرفين، من الزوجين ومن البيوت، وتبدأ الأسئلة. هو مفيش حاجة قريبة، هو مفيش حاجة كده. طب روحت للدكتور؟ وبتبقى أول حاجة بنعملها لما بنروح للدكتور إن احنا بنعمل تحليل سائل المناوي. طبعا بنبقى عايزين نعرف النتيجة، ولو قلت لكم إن جالي أكتر مثلا من 1000 تحليل، كل واحد فيهم عايز يسأل على حاجة معينة أو عايز يعرف حاجة معينة، وقلت خلينا مع بعض نناقش الموضوع ونطرح الموضوع بشكل مبسط ونبدأ ناخد أهم حاجات ممكن تبص عليها في تحليل السائل المناوي علشان تعرف إيه المشكلة، ونطرح مع بعض العلاج عشان الفيديو ما يطولش. فانا في حاجات كتير في العلاج هبقى قلتها قبل كده في فيديو من الفيديوهات، فهسيب لكم الفيديو او هقول لكم وقتها الفيديو موجود فيه، وممكن تروحوا تتفرجوا عليه عشان ما نطولش مده الفيديو دي. لو الموضوع كان يهمك او يهمك فاستنونا بعد الفاصل. انا عمرو بكر ودي جوه الصيدليه، ويلا بينا نبدا من جوه الصيدلية. احنا عندنا تقريبا في 6 حاجات اساسية هنشوفهم في التحليل. اول حاجة هنبص عليها هي الحجم، الفوليوم، اللي بعض الناس اتهمتني وقالت لي في حجم، في حاجة اسمها حجم يا باشمهندس. هي كمية السائل المنوي هتلاقيها مكتوبة عندك. اول حاجة الفوليوم، والنسب الطبيعية هي من 1.5 ملي لحد 5 ملي في القذفة الواحدة، على شرط ان ما يكونش حصل استبناء او جماع قبل التحليل على الاقل 5 ايام، علشان النتيجه اللي تكون طالعه دي تكون نتيجه يعني ممكن نقول صحيحه وممكن نعتبرها. اقل من 1.5 ملي هيكون في احتمال ان يبقى عندك مشكله في البروستاتا او الحويصلات المنويه. لو عندك مشكله في الكميه فانت ممكن تشوف الفيديو ازاي ممكن ازود كميه السائل المنوي، ولو في مشكله في البروستاتا فانصحك ان انت تشوف فيديو البروستاتا برضو ده وتبدا تكمل، لان هو كل فيديو منهم اصلا 5-6 دقائق، فالفيديو ده هيكون طويل جدا. فانت ممكن لو انت عندك المشكله دي ارجع شوف الفيديوهين دول، هم هيكونوا الحل بالنسبه لك، لان انت لازم تعرف الاعراض وتعرف العلاج وتبدا تقارن الاعراض دي باللي عندك ولا لا عشان تشوف هل العلاج ده هيجيب معاك نتيجه ولا لا. وكل الحاجات دي هتلاقوها في صندوق الوصف. تاني حاجه بنبص عليها هي عدد الحيوانات المنوية. تركيز الحيوانات المنوية بيكون من 15 ل 20 مليون حيوان منوي لكل ملي، يعني نقدر نقول ان عدد الحيوانات المنوية بيكون من 40 ل 300 مليون في القذفة الواحدة. اقل من 40 مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة بيعتبر مشكلة. الأدوية اللي ممكن تزود العدد هما حاجتين عندك، الـ L-arginine بتركيز 2000 ميلي جرام، وعندك الـ L-carnitine برضو بتركيز 2000 ميلي جرام، بيتاخدوا بشكل يومي لمدة من 3-6 شهور. في الطبيعي المكملات الغذائية بتجيب نتيجة، ولو كان الموضوع سيء جدا الدكاترة بتضطر تكتب حاجات تانية زي ايه؟ زي الكلوميد وزي البريجنين، وانا ما انصحكش تاخد الاثنين دول الا بعد ما تشوف دكتور متخصص، لان البريجنيل والكلوميد بتتاخد لما بنبقى شاكين ان في مشكله في الخصيه نفسها، ان خلايا الخصيه نفسها مش قادره تخلق او تنتج الحيوانات المنويه، في مشكله في التخليق. فعشان كده بناخد حاجات زي الاف اس اتش، وبناخد حاجات عشان تبدا تساعد على التخليق. بص حضرتك لو شفت في التحليل هتلاقي تالت حاجه بنبص عليها هي الموتيليتي، الحركة. هل الحيوانات المنوية اللي موجودة بتتحرك بشكل طبيعي ولا لا؟ وبعدين في نوعين من الحركة، انا مش هدخل في تفاصيلهم، بس لو جينا نتكلم في الحركة كمجمل 40-50% هي النسب المقبولة، يعني نص الحيوانات المنوية اللي عايشة بتتحرك. لو نسبة الحيوانات المنوية اللي بتتحرك اقل من 40-50% يبقى احتمال كبير ان يبقى في مشكلة في دوالي الخصية. تسألني اعرف منين انا عندي دوالي الخصيه؟ فاقول لك روح شوف فيديو دوالي الخصيه علشان تبدا تعرف الاعراض بالظبط وتقارنها بالاعراض اللي عندك. من الحاجات المفيده جدا في موضوع الحركه هو حاجه اسمها الانزيم المساعد 10، اللي هو كو كيو انزيم 10. التركيز اللي يفيدنا هنا هو تركيز 200 ملي جرام يوميا. رابع حاجه هنبص عليها هي المورفولوجي. يعني ايه مورفولوجي؟ يعني
شكل الحيوانات المنوية. هنا بنقيس هل شكل الحيوانات المنوية سليم فهينفع تخصها بالبويضة ولا فيها تشوهات. التشوهات دي بتخليها كأنها بالضبط ميتة، مش هيحصل إخصاب ولا هيحصل حمل. سبب التشوهات دي ممكن يكون حرارة، أشعة، أو علاج كيميائي. ممكن يكون أحيانا كبيرة جدا بيكون الجسم نفسه، يعني الجسم بيبدأ يهاجم نفسه، بيبدأ يشوه الحيوانات المنوية زي ما هنشوف كمان شوية. النسبة مش المفروض إن هي تزيد عن 40%، ولو زادت عن 40% كده النسبة ما بتكونش مقبولة. خامس حاجة هنشوفها معانا هي اللزوجة الفيسكوستي، عشان بس فاهم الناس لأن كنت شرحت الموضوع ده قبل كده. في فرق كبير جدا ما بين اللزوجة وما بين حاجة اسمها التراس. تراس الحيوانات المنوية ده معناه إن في تكتل في السائل المنوي بيحصل نتيجة التهاب بكتيري. الحيوانات المنوية فيه بتلزق في بعض، ده سبب إن الجسم بيبدأ يهاجم نفسه، وبنلاقي في حاجات في التحليل كده اسمها انتي سبيرم او انتي بوديز، يعني الجسم بيعتبر ان الحيوانات المنويه دي حاجه بره الجسم وبيبدا يهاجمها كانها عدوى. بيحصل خلل، بيحصل ترهللي في المناعه، بتبدا تهاجم الحيوانات المنويه. فتلاقي ايه؟ بتلاقي انت في التراس ده بتلاقي مثلا الحيوانات المنويه لزقت في بعض، فتلاقي الراس لزقت، راس حيوان منوي لزقت مع راس حيوان منوي، لزقوا مع بعض كم مليون واحده لزقوا مع بعض، فيعملوا لك التكتل، او الديل يلزق مع الديل، او الوسط يزلق مع الوسط، فتلاقي في تكتلات في الحيوانات المنويه، وده اللي احنا بنقول عليه تراس الحيوانات المنويه. وده بيبقى علاجه ان احنا بناخد حاجات بقى لتثبيط المناعه والكلام ده عشان تبدا تعالج الموضوع ده، لكن لازم نشوف ان احنا يبقى عندنا اللي هو الانتي سبيرم او انتي بوديز دي طالعه في التحليل. حاجات زي فيتامين اي والسيلينيوم بتكون مفيده جدا قوي في الموضوع ده. اما لو احنا اتكلمنا عن اللزوجه فبنقيسها بزمن السيولة، هو امتى الزمن اللي بياخده السائل المنوي علشان يتحول من الصورة اللزجة المعروفة للصورة السائلة اللي شبه المية. في الطبيعي المدة الزمنية دي ما بتزيدش عن 20 دقيقة، ولو زادت عن 20 دقيقة يبقى عندك مشكلة في اللزوجة. وغالبا مشكلة اللزوجة حلها بسيط جدا. مشكلة اللزوجة حلها يا اما تاخد بايسلفول حبوبة، تاخد حبة مرتين في اليوم، او تاخد حاجة زي الاي سي سي لونج، تاخد مرة في اليوم لمدة شهرين مثلا، وتبدأ تحافظ ان انت تشرب من 3-4 لتر مية بانتظام، وتبدأ تلعب رياضة. الرياضات زي ايه؟ تبدأ تجري، تبدأ تمشي المشي السريع، وتبدأ تلعب سكوات. تمارين السكوات من التمارين مهمة قوي في الموضوع ده. نيجي للحاجة الاخيرة اللي هي سادس حاجة معانا النهاردة، وهي حمضية السائل المنوي، عشان سألت عن الموضوع ده. الطبيعي ان هي تكون ما بين 7.2 و7.8 اللي هي البي اتش. لو اكتر من كده هيكون في احتمال ان انا عندي التهاب وعدوى بكتيريا. لو اقل من 7 بيبقى عندي احتمال ان في تسرب او في تسريب من البول على الحيوانات المنويه. لو زادت الحموضه كمان بيكون في مشكله، واوقات كتير بتعمل احساس بالحرقه والحرقان والحكه عند السيدات بعد الانزال. في ناس كتير بعتت لي وقالت لي دكتور بعد الجماع بعد انزال السائل المنوي بحس ان في حرقان جامد. ده بيكون غالبا بيكون لان درجه الحموضه بتبقى عاليه، فده اللي بيعمل الحكه وال خلينا نقول الحكه والاريتيشن، وممكن احيانا يقلب عدوى. طبعا اللي انا شرحته ده شرحته عشان بس ابسط الموضوع للناس، عشان الناس تبقى عارفه هو ايه المشكله بالظبط، بدون حتى لحد لما تروح لحد متخصص ويبدا يشرح لهم الموضوع وسبل العلاج بالظبط. طيب خلينا نقول كم نقطه كده في الاخر، ان اي علاج عشان يظبط حاجه في السائل المنوي مش بتاخد اقل من 3-6 شهور، مش اقل من كده. لو كملت على العلاج سنه ومفيش نتيجه، يعني فكر في انك ممكن تحط حاجه زي احتمال العمليات زي طفل الانابيب او اي في اف تبقى موجوده، لانك لو حسبت الكوست الادويه دي بتكون غاليه. لو حسبت الكوست او حسبت التكلفه بتاعه سنه، هي ممكن تطلع الى حد ما نفس تكلفه العمليه. هتلاقي في صندوق الوصف كل الفيديوهات اللي انا قلت عليها اللي تكمل لكم الصوره وتشرح لكم الموضوع بشكل مختلف. الموضوع محتاج حد يقعد ويسمع ويفهم، النظام اللي هو هتبص كلمتين وتجري والكلام ده فمش هتفهم اي بس كده. اتمنى اكون وصلت لكم حاجه مختلفه او شرحت لكم حاجه ما تكونش واضحه لناس كتير، ولو كان في تقصير مني فسامح. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. والله الصحه دي يعني فعلا نعمه. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. بيكم بنكبر وبيكم ان شاء الله هنوصل وهنكمل بفضل الله سبحانه وتعالى، هنكون افضل واحسن كتير.
اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لان انا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه. شكرا جزيلا، عمرو ابو بكر.